نجوى ممكن يا نجوى تسلفيني كتاب السياسه الخارجيه وهرجعهولي بكره على طول؟ اسفه جدا، انا ممكن اسلفك فستان، جزمه، بلوزه، انما السياسه الخارجيه ما بتتسلفش يا حبيبتي. انا طلبت منك تسلفيني كتاب لاني مهتمه اني اتعلم، لكن انت ما بتفكريش غير في الجزم والبلوزات، لانك ما بتهتميش غير انك ترسمي نفسك بمظاهر كدابه. طب يلا يا شاطره، لما تبقي تقدري على المصاريف ابقي تعالي اتعلمي. يا بنتي انا لو عاوزه البس واتزوق زيك كده ما كانش هيبقى فيه مشكله، لكن المشكله ان انا عندي مبدا، لكن للاسف انت ما عندكيش.